او حاجات زي كده. أيوة. طب خليني اسال حضرتك حاجه يمكن كلنا بنلاحظها. انا مثلا اكون على الانترنت بدور على مثلا فستان سهره مثلا او اكله مش عارفه ايه، ابص الاقي على الفيسبوك طلع لي اعلانات عن الحاجه اللي انا كنت بدور عليها من ربع ساعه على الانترنت. فقول يا ربي هو ازاي بيحصل كده؟ هو ازاي عارف الفيسبوك ان انا كنت بدور على فستان سهره او على جزمه مش عارفه ايه؟ يعني ازاي بيعرفوا؟ عمليات السيرش او البحث بتبقى عن طريق حاجتين مختصرين كده، يا اما عن طريق القناه او المنطقه بتاعه البحث في الفيسبوك، يا اما عن طريق جوجل. صحيح. الاثنين دول بيخزنوا فايل في منطقه في السيستم، الفيسبوك عنده كافه الصلاحيات للاطلاع على هذا الملف ويعرف انت في خلال 48 ساعه دورت على ايه. فبعد 72 ساعه يظهر لك ترشيحات نتائج البحث اللي انت كنت بتدوري عليها. زي ما انا وانت كده في لوكيشن، بعد 20 دقيقه بيظهر لك ان فلان ممكن تبقى انت عارفاه قبل كده. يا خبر ابيض، ده اسمه اختراق مصرح، احنا اللي غلطانين. ولو ضغطت على اللينك، بص انا قلت المشكله، تعال نشوف الحل. لو ضغطت على الرابط وحولني لموقع خارجي، لو الموقع بعيني كده طرف عيني على الشمال لقيت قبل كلمه الموقع HTTP وباللون الجري الرصاصي، اطلع من الموقع، الموقع مش مؤمن. لو HTTPS وعلامه القفل ولونه اخضر، اذا انا كده في منطقه مؤمنه، اقدر اتجول الموقع في الموقع، امنوا الموقع بوسائل التامين. ده مبدئيا ده اسمه اختراق مصرح. طب بما انك معلش ممكن حضرتك تقول الموضوع ده تاني لانه مهم جدا للساده المشاهدين. يعني انا لو دخلت وانا في الفيسبوك وطلع لي مثلا اعلان لاي موضوع وانا دخلت على الاعلان، اعمل ايه بقى تاني مره تاني؟ لو غلطت وضغطت انا ما اعرفش المعلومه، محدش سمعني قبل كده، ضغطنا ودخلنا على موقع تحليل بسيط وسريع، اعرف الموقع ده متامن ولا لا. اللي عملوه المسؤولين عنه هل مشتركين مع شركه تامين؟ فانا بشوف HTTP اللي هو حروف HTTP قبل www قبل دوت اسم الموقع. طبعا لو لقيته بالجري اللون الرصاصي غير مؤمن، غير مؤمن. لو كان لونه جري او رصاصي او رمادي يبقى غير مؤمن. لو بالاخضر، بالاخضر سكيورد، اس يعني سكيورد مش سبيد، سكيورد يعني مؤمن. أيوه. يعني مؤمن سكيورد، عنده تامين من الاختراق. مظبوط كده، فاقدر اتعامل مع الموقع يعني ده. يعني اصحاب الموقع متخاذلين ومش عايزين يشتركوا اشتراكات بغزة الثمن عشان يامنوا الرواد الموقع، يا اما هي مقصوده عشان يسمحوا للسكريبت او ملف برمجي ينزل على جهازك وينفذ اوامر. ده اخطر انواع فيروسات التجسس، السباي وير مش الانتي فيروس اللي هو مضاد للفيروسات. طبعا. طيب ده اسمه اختراق مصرح. مش هنقدر ننهي اللقاء الا بمعلومه حصريه على الفضائيات العربيه في الحياه. جميل.